من أهم الأسباب الرئيسية اللي تخلي الجهاز يعلق هي أولاً التطبيقات اللي تشتغل من خلف الهاتف بدون ما تعرف، ثانياً عدم تفعيل ميزة الأوبن جي أب الخاصة للجرافيك كارد وهذه للألعاب، وبعدهم أكو أكثر شغلات أخرى راح نتعلمها من خلال هذا الفيديو. مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد، وياكم أميتاب السندي من قناة أميتاب تكنولوجي للبرامج التعليمية والتوعوية. من خلال قناتي راح نتعلم اهم البرامج والتطبيقات سواء كانت للموبايل او للكمبيوتر وشرحها بشكل بسيط وسهل. واذا كنت مهتم وحاب تعرف وتتعلم اهم النصائح، كل ما عليك هو ان تشترك اولا وتفعيل جرس التنبيهات لحتى يوصلك اشعارات بالفيديوهات اللي انزلها كل اسبوع. اما الان فخلونا نبدأ. اشتريت موبايل الرامات 4 جيجا والذاكرة العشوائية 128 أو 256 والمعالج من الفئة المتوسطة اللي تقدر تلعب الألعاب مثل البوبجي والفري فاير بكل أريحية مثل معالجات الميتيك والسناب دراغون وأيضا الكيرن، ولكن بعد فترة من استخدام الهاتف حسيت أنه الجهاز بدأ يبطئ ويعلق، وخاصة من تلعبون ألعاب مثل البوبجي. يا شمال الله هاي معلق الجهاز، مثل حالي اترك اللعبه وافصلها وبعد ما ارجع لها. طيب شو الاسباب اللي تخلي الجهاز يعلق؟ بالعلم انه الجهاز ما صار لي شهرين او ثلاثه من مشتري، من الاسباب الرئيسيه اللي تخلي الجهاز يعلق هي اولا التطبيقات اللي تشتغل من خلف الموبايل بدون ما تعرف، ثانيا عدم تفعيل خاصيه الاوبن جي ال الخاصه للجرافيك كارد، وبعد طرق اخرى راح نذكرها من خلال هذا الفيديو. هذا الفيديو راح يكون عن كيفيه تسريع وتنظيف الهاتف بدون اي برامج وتطبيقات ننزلها من سوق بلاي، فقط البرامج والتطبيقات الموجوده بالهاتف. طبعا راح يكون هذا الفيديو خاص لاجهزه هواوي فقط، اما الفيديو القادم اللي راح ينزل خلال هالايام راح يكون لاجهزه سامسونج. فخلونا نروح مباشره على الطريقه الاولى اللي هي في حاله انك حسيت الجهاز علق وبطيء، اول ما تسوي تغلق الجهاز بشكل كامل. طيب احنا كيف نغلق الجهاز؟ مو بالطريقه الاعتياديه اللي نكبس على الباور تظهرنا الخيارات ونكبس على اعاده التشغيل او اطفاء الجهاز، لا، لكن عن طريق النقر على كبسه الباور لمده 10 ثواني راح تشوفون راح يسوي اعاده تشغيل للجهاز. احنا شو سوينا هنا؟ انهينا كل التطبيقات ان تاكس يسموها انهاء مهمات التطبيقات بشكل كامل، وسوينا ريفرش للجهاز. وايضا في طريقه اخرى اللي راح تكون من خلال كبسه الباور ويعني رفع الصوت الى الاعلى، سوي نكبسهم وراح يسوي ايضا اعاده تشغيل للجهاز، هذه لبعض اجهزه الهواء. الان نجي على الطريقه الثانيه اللي هي من خلال مدير الهاتف، تطبيق مدير الهاتف اللي موجود في اجهزه هواء. نضغط عليه لتشوفوا مدير الهاتف او الاوبتمايزر، هذا هو شكل التطبيق مدير الهاتف او الاوبتمايزر بالانجليزي. نضغط عليه راح تظهر لنا هذه الواجهه الرئيسيه، ننقر على تحسين راح يسوي لي تشيك جاري التحسين وراح يغلق لي كل التطبيقات اللي تشتغل خلف الهاتف بدون ما نعرف، وايضا راح يحذف لي من الملفات او مساحه من الذاكره اللي ماخذه من الذاكره. قد يكون بعض الاحيان انت ما مسوي هذه العمليه، لهذا اكو كثير من الملفات المهمله اللي انتم ما حاذفين. طبعا تم، بعدها نرجع الى تنظيف الجهاز ونكبس على الملفات المهمله او جاري الفحص على الملفات اول اختيار اللي هو نضغط عليه ونسوي تنظيف بشكل كامل. وايضا من خلال هذا التطبيق تقدرون تحذفون الفيديوهات، تحذفون الموسيقى، تحذفون التطبيقات اللي انتم ما تحتاجون. قد يكون بعض التطبيقات هي المشكله، في تطبيق انت نزلته جديد هو اللي سبب التعليق او الهم. الان راح نجي على الميزة المهمة والاهم اللي هي تمكين ميزة الـ OpenGL، اي تمكين خاصية الـ 4XMSAA. هذه الميزة تفيد لاصحاب الالعاب، طبعا تضاعف من سرعة اللعبة 4 اضعاف او اكثر تزيد من سرعة اللعبة. ليش اصحاب الشركات مثل هواوي وسامسونج ما يفعلون هذه الميزة من تشتري الجهاز؟ طبعا هذه الميزة لازم تفعلها يدويا، ولكن من وين احنا نفعل هذه الميزة؟ هاي كذلك النقطة الأساسية والرئيسية. طيب من وين نفعلها؟ من خلال خاصية الخيارات المتطورة، وهذه الخاصية أيضا ما تظهر إلا أنت تسويها أو تظهرها من خلال إعدادات الهاتف. هسا راح أعلمكم كيف احنا نظهر هذه الميزة أو الخاصية الخيارات المتطورة. روح على إعدادات الهاتف بالنسبة لهواوي، إعدادات، ننزل للأسفل، روح على النظام مثل ما تلاحظون،
ننقر على حول الهاتف تظهرنا هذه الواجهة، ننقر أكثر من نقطة على رقم الإصدار 1 2 3 4 5 6 لحد ما يقول تم تفعيل خيارات المتطور. نرجع لورا راح نشوف هذه هي خيارات المتطور، نضغط عليها، ننزل للأسفل مثل ما تلاحظون، راح نوقف هنا. هذه أهم ميزة لتسريع الهاتف، إذا فعلتوا هذا الشيء وسويتوا راح تشوفون الفرق وراح تدرون. قياس نافذة الرسوم المتحركة إذا كانت 1 سووها 0.5. نرجع، قياس انتقال الرسوم المتحركة إذا كانت 1 سووها 0.5، وأيضا مدة الرسوم المتحركة سووها 0.5. هسه راح تشوفون الجهاز راح يصير طيارة. هذه الميزة الأولى اللي موجودة بالخيارات المطور. طبعا هذا خيارات المطور هواية أمور مميزة به، ولكن يحتاج حلقتين أو ثلاثة لشرح كامل عن هذه الخاصية. الآن راح ننزل على الأسفل، نروح على تمكين OpenGL أو فرض 4XMSAA، هذه الخاصية المميزة. نضغط عليها، نفعلها، نرجع لورا ونسوي ريستار للجهاز. OpenGL مثل ما قلنا ما تدفع إلا تفعلها أنت يدويا. وملاحظة مهمة، دشوفون اللي فوق، راح نرجع على الخيارات المتطور، دشوفوها اللي فوق هذه خيارات المتطور، إذا ضغطنا عليها راح تروح خيارات المتطور، راح نرجع نفعلها مرة ثانية، فأنتوا خلوها مفتوحة لأن كل ما أنتوا طفوها راح ترجعون مرة الأخرى تسوون الإعدادات. وبهذا احنا نكون انتهينا من تسريع الهاتف بشكل كامل بدون أي برامج وتطبيقات. وإذا عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واشتراك، وتحياتي لكم جميعا، أميتاب السندي من قناة أميتاب تكنولوجي. Thank you.